قرر ان هو يسخن العربية بتاعته في الجراج. بعد نص ساعة لقيناه مرتبك وبيتنفس بسرعة، فطبعا ما عرفوش في ايه، ودوه لأقرب emergency department زي حجرة رعاية المركزة في مستشفى. اتشخص بأكيوت كربون مونوكسيد بويزنينج، واديناله له 100% اكسجين تو بريز. ولما جينا سحبنا منه عينة دم لقينا نسبة الاكسجين ساتوريشن 50%. اول سؤال هو ليه في حالة امير تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين قل ل 50%؟ الاجابة، نتخيل ان الدايرة دي هيموجلوبين وفيها اربع بايندينج سايتس. الاسهم دي معناها ايه؟ معظم البايندينج سايتس اوكيوبايد باي كربون مونوكسيد. كلنا عارفين من النظري كربون مونوكسيد افينيتي للهيموجلوبين 210 مره قد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو الاكسجين. معنى كلامك ان 50% من اماكن الهيموجلوبين تم احتلالها بالكربون مونوكسيد، فتبقى 50% علشان تمسك في الاكسجين. وده عرفناه بالاستنتاج، لان طالما ان الكربون مونوكسيد ماسك في الهيموجلوبين 50%، يبقى النسبة الباقية ماسكة في الاكسجين. السؤال التاني، ازاي كربون مونوكسيد قلل الاكسجين ديليفري تو ذا تيشوز؟ كربون مونوكسيد عمل حاجتين. اول حاجة قلل كمية الاكسجين اللي ماسكة في الهيموجلوبين، دي مهمة جدا. كمان قلل لي الديزولفد اكسجين. كلنا عارفين من النظري ان الديزولفد او الفيزيكال اكسجين هو اللي بيحدد البريشر اوف اكسجين باوند تو هيموجلوبين. طب السؤال الثالث، ارسم الاكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف في الحاله دي. فاكرين دي العلاقه بين الاكسجين بريشر والبرسنت هيموجلوبين ساتوريشن؟ العلاقه كانت سيجمويد شيب، ده العادي. في حاله امير تابعوا معايا الرسمه، هيفضل الكربون مونوكسيد ماسك في الهيموجلوبين لغاية لما نوصل لنسبة 50%. بعد كده هيحصل المنظر ده. دكتور ايه المنظر ده؟ حصل شيفت تو ذا ليفت. طلبة كتيرة بتسأل يعني ايه ليفت ويعني ايه رايت؟ تخيل وانت باصص على الرسمة ناحية القلم كده ده رايت، والناحية دي هو الليفت. يعني ايه شيفت تو ذا ليفت؟ الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين البقيله ومش عايز يسيبه، وده شيء طبيعي. معظم الاماكن اوكيوبايد بكربون مونوكسيد، يبقى المكان الوحيد اللي انا همسك فيه في اكسجين مش هسيبه بسهوله. عشان كده قلنا في النظري هنسميها ان لودنج، كأن الأكسجين هو الحمولة اللي هيرفض الهيموجلوبين إنه يفرط فيها. طب يا دكتور هو ليه إدينا أمير 100% أكسجين؟ ليه يتنفس 100%؟ علشان سببين. أول سبب to replace carbon monoxide bound to hemoglobin. أقول له ما ينفعش كده، لازم نحل مكانك. والسبب التاني عشان نزود كمية الأكسجين اللي ماسكة في الهيموجلوبين. نرجع مرة تانية لنسبة هيموجلوبين ساتوريشن 97.5% أرتيريال. فاكرين لما كان ضغط الأكسجين أرتيريال 100 كان نسبة الهيموجلوبين ساتوريشن 97.5؟ في حالة أمير نسبة الأكسجين ساتوريشن قلت
ل 50، فاحنا عايزين نزود النسبة دي ان امير يتنفس 100% اكسجين. السؤال الخامس، انهي نوع من الهايبوكسيا في الحالة دي؟ هتقول لي يا دكتور هايبوكسيا يعني الاكسجين سبلاي تو تيشو ال، انت ليه قلت ان عنده هايبوكسيا؟ كلمة بريزنج رابيدلي، بيتنفس بسرعة، دي معناها هايبوكسيا. النوع انيميك هايبوكسيا. طب ليه يا دكتور قلت انيميك؟ انيميا ليها معنيين، يا اما الهيموجلوبين اماونت قل، يا اما الهيموجلوبين اماونت طبيعية بس مش شغالة بكفاءة. بمعنى يا اما المشكلة في الكم او الكيف. الكم عنده انيميا، طب امير ما عندوش انيميا، طب يعني ايه مشكلة في الكيف؟ عندي هيموجلوبين بس معظم البايندينج سايتس اوكيوبايد بكربون مونوكسيد، وجوده زي عدمه. اخر سؤال، تقدر تتوقع سيانوزس في حالة امير؟ يعني ممكن امير يكون عنده بلوش ديسكالوريشن اوف سكين وميوكس ميمبرين يزرق؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الكربون مونوكسيد هيمسك في الهيموجلوبين يعمل لي مركب اسمه كاربوكسي هيموجلوبين، وده لونه شيري ريد كولر، عامله زي الكريزه فوق التورته. ازاي تحمر وتزرق في وقت واحد؟ مش ممكن. علشان كده اللون الشيري ريد كولر اوبسكيور او هايد، هيخبي على البلو كولر اوف ساينوزس. ساينوزس مش هيحصل في حاله انير.